ما هو تأثير الحجامة على صحة الصوم؟ ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ومن أهل العلم من قال أفطر الحاجم والمحجوم، بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه.